خليني استأذنك واروح لوزارة التموين، المم، الاكل والشرب، اهالينا، الناس. وزير التموين بيدشن اول سوق نموذجي، خد بالك من كلمه نموذجي دي، في منطقه الدلتا ضمن خطه رئيس الجمهوريه بتوفير اسواق الجمله. طيب فين؟ في مختلف المحافظات. احنا معانا على التليفون دكتور طارق رحمي، محافظ الغربيه. اهلا 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 يا دكتور طارق. اهلا بيك يا استاذ يوسف. منور الهوا بتاعنا ولو عن طريق الهاتف، بس حضرتك عارف انا فعلا احب حضرتك جدا واحترمك جدا 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 يعني. شكرا جزيلا يا فندم. واسف ان انا طولت شويه، بس يعني كان دمي محروق، معلش يا دكتور. لا ابدا يا فندم، اهلا وسهلا. الله يخليك. دكتور طارق، موضوع الاسواق النموذجيه او اسواق الجمله النموذجيه، ايه هي وهتعمل ايه؟ يعني هتفيدني انا كمواطن ازاي؟ شوف حضرتك، هو النهارده كان في اكتر من افتتاح، اهمهم طبعا زي ما حضرتك تفضلت وقلت السوق النموذجي ده سوق نص جمله طبقا طبعا لتوجيهات فخامه الرئيس بانتشار هذه الاسواق في ربوع مصر كلها في محافظات مصر. ده بيعمل على توفير كافه الاحتياجات من المنتجات الغذائيه واللحوم والدواجن والفواكه والخضر. وفي الحقيقه هو وجوده في محافظه الغربيه يعني في مكانه الصحيح، لانه حضرتك تعلم ان محافظه الغربيه من المحافظات الزراعيه الصناعيه اللي بيتوفر فيها الكثير من المنتجات الزراعيه من فواكه وخضروات وايضا انتاج دجاجي والبان ولحوم. فوجود مثل هذا السوق بيضبط الاسواق، بيخفض من الاسعار، بيوفر اولا طبعا فرص عمل كثيره جدا، بيجمع كل هذه المنتجات في مكان واحد بشكل لوجستي يضمن يعني توفر المنتجات وآلية منضبطة لتوزيعها بأسعار مناسبة لكافة الفئات. ودي الفكرة الرئيسية من هذه الأسواق المركزية. إلى جانب طبعا السوق المركزي، عايز أقول لحضرتك النهاردة كان عندنا برضو أربع افتتاحات أخرى في المنطقة اللوجستية اللي موجودة في طنطا، وإحنا بنفخر إن عندنا مثل هذه المنطقة مركز لبيع وخدمة السيارات وصيانة السيارات لإحدى التوكيلات الكبرى. حلو. مركز أيضا للسيراميك والأدوات الصحية واحتياجات المنزل برضو لتوكيل من التوكيلات الكبرى. ده بيوفر كل الأجهزة المنزلية سواء كانت سيراميك أو أدوات صحية أو احتياجات للمنزل من تكييفات، من بوتاجازات وثلاجات إلى آخره. أيضا كان عندنا النهاردة افتتاح لوصل الطريق بطول كيلو ونص تقريبا من الطريق الدولي طنطا كفر الشيخ للمنطقه اللوجستيه. واهميه هذا الشريان يا استاذ يوسف ان هو بيربط المنطقه اللوجستيه بكافه محافظات الدلتا، يعني مش بس بمحافظه الغربيه، اهالي محافظه الغربيه هم اللي هيستفيدوا من هذه المنطقه، وانما كفر الشيخ والدقهليه والبحيره وكل المحافظات المجاوره، خاصه انه الدلتا كانت تفتقد لمثل هذه المناطق اللي بتوفر كل الاحتياجات. تخيل حضرتك المواطن في الغربيه لما كان يحب مثلا يشتري سياره او يصلح السياره بتاعته او يعمل صيانه ليها او ينزل يعمل شوبينج في مول او يروح مجمع سينمات او مثلا عايز يروح منطقه ترفيهيه او سلسله مطاعم، بيضطر يروح للقاهره او يروح للاسكندريه، ناهيك بقى عن انه بيضيع وقت وبيصرف مال اكتر وبيساهم في الترافيك جام او يعني في المرور او يعني صعوبه في المرور في ازدحام المرور. كل ده في منطقه واحده هي اسمها المنطقة اللوجستية في مدينة طنطا، فيها كل الكلام اللي أنا قلت لحضرتك عليه ده، ضيف عليه مركز تجاري وخدمات لرجال الأعمال، قاعة للمؤتمرات، نادي رياضي، مول تجاري كبير ومجمع سينمات، يعني في الحقيقة منظومة متكاملة بتقدم كل الخدمات اللي بيحتاجها المواطن في الغربية وفي المحافظات المحيطة. ويضاف عليها النهاردة بقى الشيء الجديد اللي حضرتك تفضلت وقلته اللي هو السوق المركزي طبقا طبعا لتوجيهات فخامه الرئيس عبد الفتاح. والله يا دكتور انا لا اريد ان اخفيك سرا، انا امبارح كنت في طنطا وفي كفر الزيات ومشيت على الطرق الجديده اللي بتودي لحد كفر الشيخ، ويعني عملت لفه كده، انا من عادتي ان انا اقعد الف، فلفيت الطرق الرابطه دي اللي حضرتك بتتكلم عنها، شيء اكتر من رائع ومبهر، لان انا من الناس اللي ساقت على الطرق دي زمان جدا، من اكتر من 20 سنه قبل ما تبقى كده.
فكم النظام وتوفير الوقت والاتساع يفرح بصراحة. وفي الحقيقة أستاذ يوسف إحنا كمان يعني طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بنهتم بالطرق الدائرية المحيطة بالمدن، يعني حضرتك عارف طنطا قد إيه مكتظة بالسكان، المحلة، كفر الزيات، المدن القديمة المكتظة بالسكان ما بقاش فيها مكان للتوسعات من الداخل. أصبحنا دلوقتي بنعمل محاور خارجية كشرايين ممكن تبقى متنفس للناس، زي مثلا كورنيش طنطا بطول 6.4 كيلومتر، ده كورنيش على ترعة القاصد متنفس للناس، محور جديد بيربط من أول الطريق الزراعي وبيدخل حتى استاد طنطا وجامعة طنطا والمنطقة اللوجستية. محور جديد كورنيش المحلة بينشئه دلوقتي علشان يخدم المصانع الجديدة اللي سيادة الرئيس بيأسسها في شركة مصر للغزل والنسيج، مصنع كبير جدا للغزل والنسيج بتقنية سويسرية ألمانية ويابانية، مصنعين جداد للغزل كانوا بيتم تجديدهم، مصنع 4 ومصنع 6، مجمع للصباغة ومجمع للنسيج، فلابد يكون ليهم شرايين للطرق، وبالتالي ده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي. هتلاقي مدينة طنطا ومدينة المحلة وشغالين على كفر الزيات واشتغلنا في قطور، يبقى في محاور بتحيط بهذه المدن حاجة شبه الطرق الدائرية اللي موجودة في القاهرة بالظبط، بس طبعا بتخدم أماكن زي المنطقة اللوجستية زي الجامعة زي ما قلت لحضرتك، أو شركة مصر للغزل والنسيج، أو شركات الزيوت والصابون اللي في كفر الزيات، بحيث إن احنا نخفف قوي من الكثافة المرورية للشاحنات الكبيرة اللي هي بتدخل داخل المدينة الضيقة وشوارعها، مجرد شاحنة واحدة تقف بس علشان تشتري حاجة، مش هنقول إنها عطلت، بتوقف المدينة كلها، وبالتالي وجود هذه الشرايين من الخارج بتخلق متنفسات للمواطنين، وكمان بتفتح محاور بتساعد على الاستثمار وبتقلل من الكثافة المرورية داخل المدينة. طبعا أنا بس هيبقى لي طلب يا دكتور بعد إذنك، أنا عارف إنه ده هيبقى جهد مشترك ما بين حضرتك وما بين وزارة الري وما إلى ذلك، بما إنه ذكرت ترعة القاصد عاوزين نستعجل في تبطين وتطهير ترعة القصد والمصارف الزراعية المرتبطة بيها، حضرتك فهمتني؟ اه طبعا يا فندم، بقى هو بس طبعا هي يعني رؤية وزارة الري انه الترع القاع بتاعها يعني حوالي 6 متر لا يزيد عن 6 متر، ترعة القصد القاع بتاعها اكبر من كده، فاعتقد انها هتبقى في مراحل يعني لاحقة، فهو ماشي. التوجيهات دلوقتي جايه لكل الترع اللي القاع بتاعها يعني في حدود الستة متر فاقل، وده حصل في حياه كريمه يعني في زفت عندنا في حياه كريمه، احنا عندنا اكثر من 22 مشروع تبطيل لترع باطوال تصل الى حوالي 100 كيلو، يعني حاجه ضخمه جدا، المحافظه كلها فيها حوالي 320 كيلو تبطيل. صحيح انا شفتها امبارح بصراحه، انا بلف فصلي بقعد اشتغل هعمل ايه طيب؟ بلف. ما احنا عايزين الكاميرا بقى بتاعت حضرتك تنزل كمان وتصور عندنا عشان بنصور. انا كنت في قطور اصلا، لسه كنت انا كنت في قطور امبارح، قطور دي طلعت حلوه حلاوه، انا اول مره اروح حته مكان جميل. ورحت السوق بقى اللي قبله قطور، سوق البلد هناك. ايوه فندم، لا حاجات جميله جدا. دكتور طارق انا اولا اشكرك جدا على المكالمه الجميله وعلى هذا الجهد الرائع اللي معمول في الغربيه، وبعتذر مره تانية على الاطاله، وباذن الله قريب كده لازم هاجي لحضرتك ونتقابل لمجرد ان انا اسعد بالمقابله. اشكرك جدا يا دكتور. شكرا ليك دكتور طارق رحمي محافظ الغربيه.